قبل في الشوط الاول وداكشي اللي تاتالينا يعني سجلنا في جوج الاهداف في الشوط الاول. كانت شي مناوشات ما بين اللعابه ملي صرا الماتش؟ لا ما كانتش شي مناوشات. كيفاش كانت الفرحه؟ الفرحه راك عارف المباريات ديال الديربي الفرحه كتكون كبيره والجمهور كامل كيبغي يستمتع بهذه الفرحه. قبل كنا عازمين راغبين نحققوا واحد النتيجه ايجابيه كما شفتوا كنا نقدروا ماركيو اكثر كنا نخرجوا بهذه النتيجه اكثر مي ما تاثرشينا هذه النتيجه جوج صفر نتيجه مزيانه وان شاء الله حنا هذا العام عازمين اننا نحسموا البطوله ان شاء الله. كيفاش كانت الفرحه في مستودع ملابس بديع؟ هو فرحه عاديه يعني باقي مشوار طويل في البطوله ان شاء الله نقول الكلمه ديالنا من باقي المقابلات ان شاء الله.